اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن دوري ابطال الكونفدراليه هو العنوان الرئيسي للساحه الرياضيه الان، عدد من المباريات وانتظار للنتائج. عوده مجددا لضيفي الكريم باستوديو صباحنا مصر الاستاذ طارق رمضان، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي بالاهرام. اهلا بحضرتك مره تانية. والكونفدراليه هذا الاسبوع يعني اهم العناوين اللي حضرتك بتراها. لا احنا عندنا طبعا الماتشات كلها تبقى في المغرب، يعني احنا بكره الساعه 9 يبقى الاهلي مع الوداد، يوم الاحد هيبقى الزمالك مع الرجاء، الثلاث بيراميدز مع حوريه كوناكري، فبالتالي احنا قدام اسبوع مشتعل يعني في الاحداث والمباريات. الاهلي والزمالك بيلعبوا في بطوله واحده رابطه الابطال الافريقيه، عندهم فرصه يوصلوا للنهائي، لكن قدامهم فريقين من الكبار في المغرب، يعني الصراع ما بينهم زي الصراع ما بين الاهلي والزمالك يعني. لسه الرجاء يعني فايز بالدوري المغربي بفرق بسيط جدا عن الوداد اللي هو جه في المركز الثاني. المباريات اللي كانت ما بينهم وبعض مباريات كانت مثيرة وصعبة، ويمكن حسم البطولة بفرق نقطة. الأهلي والزمالك هنا طبيعيا زي ما انت عارف الصراع بقى ما بينهم بعض، الزمالك التاني الأهلي الأول، نفس الصراع اللي بيبقى في المغرب. المباريات اللي هتتعمل بكرة وبعضه مش سهلة بالنسبة للفريقين. صحيح الأهلي بيخشها مع مدرب جديد، برضو الوداد بيخشها مع مدرب جديد، يعني الاتنين غيروا تقريبا في اسبوع واحد المديرين الفنيين بتوعهم سواء الاهلي او الوداد. الرجاء الاكثر استقرارا بعض الشيء، ما غيرش مدربه. الزمالك غير مدربه برضه، يعني باتشيكو لسه جاي، صحيح يعرف الفرقه لكن برضه تغيير المدرب ده بيبقى تغيير اسلوب لعب، تغيير في بعض اللاعبين، تغيير في تكتيك معين داخل الملعب، لكن الاثنين او الاربعه اللي داخلين قصاد بعض من الفرق القوية جدا اللي تقدري تقولي ان المباراة بالنسبة لهم خاصة بعد كورونا المباراة بتبقى صعبة. مفيش حاجة اسمها اصل هم بيلعبوا من غير جماهير، هم هيلعبوا من غير جماهير هناك، احنا نلعب من غير جماهير هنا. تمام. تقريبا احنا واخدين ان احنا نلعب من غير جماهير، هم لسه جداد في حتة ان هم هيلعبوا من غير جمهور، لكن ده ما بيأثرش على شغل الملعب او اداء الفرقتين في الملعب او الاعتماد على نجوم معينه في الملعب او تكتيك معين في الملعب. الاربعه سواء الاهلي او الزمالك او الوداد والرجاء، الاربعه عندهم رغبه ان هم يوصلوا للنهائي، والاربعه عندهم فرص ان هم يكسبوا هذه البطوله. تمام. طيب استاذ طارق، بالنسبه للاستعدادات بقى، وخاصه ان احنا يعني في ظل جائحه كورونا في استعدادات خاصه، في انباء عن احتمال اصابه بعض اللاعبين واجراء تحاليل خاصه بيهم، يعني ده بالتاكيد بيكون ليه تاثير مش بس على يعني اللاعب نفسه لكنه على الفرقه ككل، هتعتمد على اللاعب ده ولا لا، المدرب هيغير خطته. الاستعدادات اللي حدثت يعني خلال الاسبوع الماضي حضرتك شايفها؟ لا يمكن هي المغرب مشدده في الاجراءات، لكن يعني مثلا امبارح لسه في كلام على ان حوريه كوناكري اللي هيقابل بيراميدز يوم الثلاث عنده حالات اصابه بكورونا. تمام. لكن هو من ناحيه الاجراءات الاحترازيه المغرب طبعا عامله اجراءات مشدده جدا على اساس تحمي اللعيبه وتحمي الفرق اللي هي مستضيفاها، ودي في اطار الخطه بتاعتهم، لان هم عندهم طبعا يعني كورونا منتشر بشكل كبير، لكن هم عاملين اجراءاتهم بحيث اللعيبه ما تصابش، لكن ده طبعا ما يمنعش ان ممكن يبقى في لعيبه مصابه، فبالتالي المدير الفني دايما بيبقى عامل يعني خطه اللي هي الخطه A والخطه C. طب لو اللاعب ده اتصاب يبقى انا عندي البديل بتاعه، طيب هل انا ممكن العب بتكتيك معين يخليني استغنى عن اللاعب ده؟ ده بيبقى اي مدير فني في ظل كورونا اللي موجوده بتخليه هو حاطط البلان بتاعته بحيث ان هو يضمن اللعيبه اللي هو عايزها تقدر تأدي ام لا. الدكه الاحتياطي بتاعته مهمه جدا، ان هو ممكن يبقى فجاه يلاقي انا مش هلعب، يعني مثلا موسيماني في ماتش انبي غير تكتيكه اكتر من مره، يعني لعب اللي هو اللي بيجي من تحت راس الحربه لعبه راس حربه، ولعب 4-3-3 وبعدين غير تاني ب 4-2-3-1، فبالتالي هو بياخد فرصه
ان هو ممكن يخلي اللعيبه بتاعته تقدر تلعب بمرونه شديده جدا، بحيث لو حصل اي اصابات، اي اصابه اللاعب او اي خروج لاعب من الخدمه يعني، يبقى عنده البديل سواء بقى هو او باتشيكو او تشاتشالو مدير فني بيراميدز يعني. لكنه بشكل عام بما ان احنا بنتكلم عن يعني بطوله وعدد من الفرق وسفر ويعني واقامه المباريات بشكل عام مع كورونا، واحنا يمكن مقبلين على يعني موجه ثانيه وده واضح في عدد من دول اوروبا، شايف حضرتك المستقبل الرياضي هيكون ازاي خلال الموسم القادم؟ يعني انباء عن اصابه كريستيانو رونالدو بكورونا، يعني اذا المساله لا تقتصر على فرقه بعينها ولا على منطقه بعينها، لكنه منتشره بشكل كبير، ده هياثر على المستقبل الرياضي او حتى الموسم المقبل رياضيا سواء كان محليا او دوليا؟ عندنا احنا لا للعالم ممكن تمام. لكن يعني عندنا في اطارنا احنا لا، الموسم الجاي هيبدا بشكل طبيعي، الاجراءات اللي انت واخداها يعني جايبه نتيجه ايجابيه وبشكل كويس جدا تمام. ما عندناش اصابات كتيره في الفرق الرياضيه، يعني يمكن كان قبل بدايه الدور الثاني اللي احنا كان في اصابات عند الانتاج الحربي، في اصابات عند فرق معينه، لكن ما شفناها في الملعب اكتشفنا ان الاصابات دي جايه لصالحهم يعني. يعني الانتاج الحربي كان عنده 18 لاعب، اول ماتش كان مع الاهلي كان بيأدي بشكل جيد جدا يعني، يمكن احسن من الاهلي كمان، فبالتالي عندنا من ناحيه الاجراءات لا، لكن العالم العالم بيتعرض لموجه قويه جدا. رونالدو كان عازم زملائه في مطعم فاتصاب وغادر منتخب بلده، ألمانيا برضو كانت في أوكرانيا يعني عندها معسكر هناك ومباريات في بطولة الأمم، مع ذلك كل الإجراءات دي، لكن بالنسبة لينا احنا الإجراءات جايبة نتيجة إيجابية، وما أعتقدش أن الموسم هيتعطل. وحتى بره في العالم رغم كل ما يحدث كله برضو شغال، الدوري الإنجليزي يعني راجع طبعا النهاردة هوت عادي جدا، بكره عادي جدا ماتشاته راجعه بعد توقف الدوري، فبالتالي العالم واضح ان هو بدا يستعد او يستوعب ازاي يتعامل مع الموجات بتاعه كورونا بشكل جيد. ما توقفش الحياه الرياضيه. طيب ارجع بقى تاني لتفاصيل المباريات اللي احنا مقبلين عليها، توقعات حضرتك بالنسبه للتشكيلات؟ لا هو الاثنين مش هيغيروا تشكيلاتهم كتير يعني، لان ثبات التشكيل واحده من القواعد اللي هي بتخلي فيه تفاهم ما بين اللاعبين ويقدر ان هو ياثر بشكل كويس. هو هيغير في حاله اصابه يعني، لاعب اصيب، لاعب جاله حاجه، ده التغيير اللي هو بيبقى مفروض عليه ابرز خطوط الهجوم. لكن التشكيل زي يعني الاهلي زي ما هو يعني، يمكن ممكن الشناوي بيحاولوا باي طريقه يرجع، لكن علي لطفي اعتقد ان هو لو وقف علي لطفي حارس لازم ياخد الثقه اكتر، مباراه مهمه زي كده هتديله اكتر يعني ثقه وخبره، لكن لو رجع شناوي يبقى الافضل طبعا، لان شناوي واحد من افضل اللاعبين في افريقيا او خمس حراس في افريقيا، لاعب مؤثر جدا بالنسبه للنادي الاهلي. الاربعه اللي في الدفاع زي ما هم بنفس تشكيلهم، الاثنين الارتكاز طبعا قفشه واولي ديانج ما فيش غنى عنه ان هو ممكن يلعب بالاثنين ارتكاز قدام الاثنين او الاربعه بتوع الدفاع. الثلاثه طبعا اللي هو عايز يعتمد عليهم موسيماني او بيلعب على ان هو يجهزهم، اللي هو الاطراف السريعه جدا، انه يبقى عنده حسين الشحات او عنده طبعا كهربا هيغيب، فيبقى عنده اجايب، يبقى عنده في قولوا بادجي كمهاجم، عنده مروان محسن، فبالتالي هو كمان موسيماني بيلعب على تضييق المساحات وتنقل الكرة بسرعة يعني. هو ما بيلعبش على الكرة الطويلة اللي هي بتيجي من خط الدفاع لخط الهجوم، هو دايما بيحب الكرة اللي هي بتتحرك في مساحات ضيقة واللعيبة تبقى شايفة بعضها ومنتشرين بشكل كويس جدا مع تأمين دفاعي. اعتقد يعني شفناه في الماتش الاخير مع بيراميدز اللي هو ما طرد منه لاعب اللي هو عمرو السوليه، بدا يرجع فرقته بشكل كويس ويوقف اللعيبه بشكل كويس، بحيث ان هو لا يسمح لبيراميدز بالاختراق، وفي نفس الوقت بيعتمد على السرعه في الهجمه المرتده السريعه، ويمكن قدر ان هو يوصل اكتر من مره لمرمى بيراميدز بهذا الشكل وهو ناقص واحد. فبالتالي احنا بنتكلم على تكتيك مدير فني بيقابله من الناحيه الثانيه مدرب الوداد، بيعتمد برضه على سرعته، بيعتمد على ان ما حدش يقدر يخترق دفاعاته، لكن الاهلي لو اعتمد على التكتيك اللي هو بيلعب بيه اعتقد يبقى في فرص كتيره جدا للنادي الاهلي لتهديد مرمى الوداد، مع عدم اعطاء الوداد فرصه للالعاب الجانبيه يعني. ما تديلوش ضربه ركنيه، ما تديلوش لعبه خطره ثابته
على خط ال 18 لان هم بيجيدوا الالعاب اللي هي العرضيه، يعني بيجيدوا التعامل مع الكره العرضيه والكره الثابته، فان انت ما تديلوش الفرصه دي انت بتحرمه بشكل كبير جدا من مميزاته. تضييق المساحات على المهاجمين ده بيؤدي الى ان المهاجم هو بيحاول يخترق من العمق دايما مع اللعب على الاطراف، فده هيبقى فيه عبء على دفاع الاهلي سواء علي معلول من الناحيه الشمال او محمد هاني من الناحيه اليمين، فبالتالي دي اللي هو يقدر يتعامل معها. التعامل مع الكره الثابته دايما في الوداد بتشكل خطر بنسبه 80% على اي مرمى هو ممكن يلعب معاه. الوداد قبل كورونا خلاف الوداد بعد كورونا، بمعنى ان انا ممكن ابقى شايف ان اخر ماتش لعب الوداد ده يعني الفرقه ما باتش بقوتها، ده اسمه يعني نظريه خادعه، لان ماتشات افريقيا خلاف ماتشات الدوري المحلي. ماتش بيبقى قبل نهائي خلاف ماتش بيبقى عادي في الدوري، خاصه هو كان متاكد ان هو ممكن يخسر بطولة. فبالتالي التعامل مع الوداد بجديه واعطائه مميزاته انه فريق قوي وفريق بيلعب بشكل جيد جدا او احترام المنافس، ده اعتقد يعني بيبقى 50% من انت تقدري تكسبي المباراه. المباراه اللي هناك انا مش عايز اطلع منها الا بنتيجه ايجابيه. يعني طالما عندي فرص ان انا اجيب جوان ده بيبقى افيد، يعني لو جبت جون حتى بيبقى افيد، دي بيريحني في مباراه الاياب اللي هي هتبقى هنا. فطالما عندي فرص كتير اقدر اجيبها من اهداف يبقى لازم استغلها، سواء اهلي او زمالك او بيراميدز، لان هم هيلعبوا بنفس الشكل، يعني هم هيحاولوا ان هم ينهوا المباراه على ارضهم بشكل ايجابي. ان هو يطلع فايز بواحد او باثنين، وطالما هو بيحاول يزود عدد اهدافه طالما بيصعب عليا المهمه هنا. طلع التعادل بيبقى الاسم على 2 50 50، يبقى المباراه اللي هنا بينه وبينه بنفس الشكل 50 50. طيب بالنسبه للزمالك نفس الشكل، باتشيكو عنده مفاتيح اللعب، يعني برضو الزمالك ما بنبصش للمباريات اللي هو هنا ان هو بيفوز بصعوبه او عنده مشاكل دفاعيه. يعني الزمالك عنده مشاكل في الدفاع، لكن باتشيكو عنده مفاتيح لعب كتير ان هو يقدر يواجه الرجاء. لو بصينا الموازين القوى ما بين الرجاء والوداد، الرجاء اقوى لان الرجاء طالع فايز بالبطوله منتصر على الوداد بكتير، فروحه المعنويه اعلى ان هو على ارضه كمان عنده امل. بالظبط، عايز يفوز باكبر عدد من الاهداف، هيقدر يضغط على لاعبي الزمالك، لكن لاعبي الزمالك عندهم فرصه ان هم في الارتداد السريع، خاصه اشرف بن شرقي ومحمد بن نجم وساسي اللي هيلعب المباراه، ان هو نقل الكره بسرعه، كاسونجو عنده كلاعب سريع جدا كمهاجم، اوباما بشكل واضح، زيزو اكتر لاعب مهاري عنده موجود في الفرقه بيقدر ينقل الكره كويس وبيقدر يشوط كويس. التسديدات من خارج يعني من خارج ال 18 فرصه كبيره جدا ان هو يقدر يفك الدفاع، اعتقد ان باتشيكو هيقدر يتعامل مع المباراه بشكل واضح كويس جدا. لكن لو لعب على الدفاع او لعب ان هو عايز يطلع بنتيجه التعادل او ما يجيش فيها جون هتبقى بالنسبه له مشكله، هتبقى مشكله كبيره جدا، لابد ان هو يضغط على الفرقه اللي قدامه، يضغط على الرجاء في انحاء الملعب. احنا طبيعيا عندنا مشكله بسيطه في اللعيب المصري ان هو لا يجيد الضغط المستمر، يعني لياقته البدنيه بتخليه ان هو ما بيقدرش يفضل يضغط على الفرقه اللي قدامه بشكل مستمر. يعني احنا لازم بيتراجع شويه. بيتراجع، اللياقه البدنيه بيفقدها، فتلاقيه بيسيب مساحات، ما عندوش قدره على التسديد بشكل واضح. ودي بتبقى نقاط الضعف بقى اللي سواء اهلي او زمالك او بيراميدز. يعني لو لاحظت في المباراه، يعني يمكن الاهلي في الماتش بتاع بيراميدز نفذها بشكل جيد، اللي هو بيضغط وبيضيق المساحات وبيقفل، لكن الضغط المستمر ومنع المنافس من الاستحواذ على الكوره او عدم ترك مساحات ان هو يسدد، ده احنا احيانا بنفقده. طيب نرجع بعد مره ثانيه للشان المحلي، هبوط انديه حرس الحدود ونادي مصر وطنطا. مين قال ان هو هيهبط؟ مين قال ان هو هيهبط؟ هو بصي، هو رسميا حسب اللائحه هم هبطوا تمام، لكن خلال الايام اللي جايه احنا ممكن نلاقي تطورات كتيره جدا. نتيجه لايه يعني بقى؟ نتيجه يعني ان في فكره الغاء الهبوط. الغاء الهبوط في الدرجه الثانيه، الغاء الهبوط في الدرجه الثالثه، فبالتالي لو طبقتيها على الثالثه يبقى طبقيها على الثانيه، يبقى طبقيها على الدوري الممتاز. فممكن فجاه كده تلاقي لا الترسان هبط ولا الحرس هبط ولا نادي مصر هبط، لو هم ماشيين في نفس المنهج، لكن رسميا طبعا هبط، وده متوقع من اول ماتش.
يعني يمكن الحرس اللي كان بيحاول، لكن طنطا ونادي اف سي مصر ده من اول ماتشاتهم متوقعين تماما ان هم هينزلوا، لان يعني تقريبا فازوا بماتش او اتنين يعني او تعادلوا في كذا ماتش، يعني نتائجهم وادائهم كان مبشر من الاول ان هم طبيعي هينزلوا دوري الدرجه الثانيه. الحرس بقى ودجله والفرق الثانيه كان ديت اللي بتحاول ان هي تهرب، الحرس ما قدرش، فكان لازم ان هو يقبل تغيير المدربين بشكل عام وعدم ثبات الفرقه ورحيل بعض اللعيبه وكل المشاكل دي خلتهم الثلاثه لابد، والثلاثه اللي صاعدين مهما كانت قوتهم الماليه او ان هم يعني هيتصرفوا او هيجيبوا برضه، انا بقول لك اثنين منهم هينزلوا، اثنين منهم هينزلوا ويمكن الثلاثه هينزلوا. فكرة تغيير المدربين يعني والحالة يعني واضحة جدا في عدد من الأندية، حضرتك شايفها إزاي؟ وهل ممكن الفترة الجاية تكون في صالح بعض الأندية؟ أنا تقريبا بصي هو عملية نظرية تدوير، ما عنديش مدرب جديد، يعني مثلا ده بيسيب النادي النهارده بيروح لنادي تاني بكره، وبعدين يسيب نفس النادي، يعني هتلاقيه في الموسم الواحد لف على خمس ست أندية. حتة إن اتحاد الكرة يجي يقول لي لو نادي اللي فسخ يروح يدرب نادي تاني، ما هو في كلتا الاحوال انت هنا محدد له ايه، نادي او اتنين، ما هو نادي او اتنين زي ثلاثه او اربعه، زي ما بنقول كده في اوروبا والدول المتقدمه بيسيب الفرقه ما يرجعلهاش الا بعد الموسم. يعني مورينيو مثلا ساب فرقه ما ينفعش يرجع لها في نفس يدرب فرقه تانيه في نفس الموسم، يا اما الموسم اللي جاي او اللي بعده. ليه؟ لان الفرق بتبقى وفي حاله، حتى إن لو شفنا في الدوري الانجليزي في حاله حتى تغيير مدرب ما بيجيبش نفس المدرب الثاني. يعني مثلا توتنهام مثلا ما جيت عقد مع مورينيو ما كانش، كان مورينيو سايب مانشستر يونايتد بقاله فتره، فبالتالي ما ينفعش ان هو لسه سايب مانشستر يجي هنا. التغيير ده كله والثغرات اللي موجوده في القرار مش هتؤدي ان ما عندك ثبات حتى في الفرق او عندك وجوه جديده من المدربين. لا انت ماشيه في خمس ست مدربين هم اللي بيلفوا، هم وعلى فكره بيفشل هنا وبعدين يروح يدرب هنا، كسب ماتشين يقول له ده كويس جدا يفشل تاني. ما عندناش حد، ممكن اقول لك على حاجه، ما فيش مدرب تقريبا اللي هم ثلاثه اربعه مثلا خدوا دورات تدريبيه بره او عملوا معايشات بره او السي في بتاعتهم فيها دورات تدريبيه او اطلاع على احدث حاجه في العالم او هو ضرب، فبالتالي احنا كلنا شبه بعض وكلنا زي بعض والتكتيك بتاعنا هو هو كل الحكايه، لان ده يعني ربنا بيوفقه شويه وده ما بيوفقوش فده بيخسر وده بيكسب، لكن احنا كلنا زي بعضينا. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ طارق رمضان، شكرا جزيلا لحضرتك شرفتنا اليوم في استوديو صباحنا مصري. مشاهدينا الكرام سعدنا بوجودنا مع حضراتكم على مدى ساعتين في صباحنا مصري، بنسعد دايما بوجودنا مع حضراتكم، لحضراتكم كل التحيه، كنت معاكم ادب ابراهيم وزميلي محمد جوهر، شكرا لكم، الى اللقاء.